أزتيكا الحديد ستشهد طفرة كبيرة في مستوى الخدمة بعد عام من تنفيذ خطة تحديث البنية الأساسية، والتي تسعى الوزارة في تنفيذها من تجديد قضبان وإشارات ومزلقانات. إن تحديث هذه البنية الأساسية سيؤدي حتما لإحداث تحسن ملموس يشعر به المواطن في الخدمة، حيث أن الوزارة تسعى في تجديد 1200 كيلومتر قضبان تأخر تجديدها خلال السنوات السابقة وتحتاج إلى عمليات تجديد بشكل عاجل، حيث أن هذه القضبان وراء تكرار حوادث خروج القطارات عن القضبان خلال رحلاتها. كما تم الإسراع في تنفيذ مشروع تحديث الإشارات والمزلقانات التي يتم تنفيذه بالتوازي مع تجديد الخطوط. وقد كانت وزارة النقل قد وقعت على اتفاقيتين منذ أيام، إحداها مع الشركات لتمويل وتصنيع وتوريد 100 جرار وإجراء صيانة لها لمدة 15 عاما مع إعادة هيكلة وتوفير قطع غيار وصيانة 81 جرار من الجرارات السابق للشركة توريدها منذ العام 2008، وذلك لمدة 15 عاما بتكلفة إجمالية تبلغ 575 مليون دولار، والتعاقد على شراء 700 عربة قطار بحيث يتم توريدها للسكك الحديدية خلال عام ونصف العام من التعاقد، بالتزامن مع الانتهاء من تجديدات القضبان المدرجة بالخطة العاجلة. ومن ناحية أخرى، فإن تجديد خطوط السكك الحديدية سيسهم في تعظيم دور الهيئة بنقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق، حيث أن الهدف هو الوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنوياً عبر السكك الحديدية بحلول العام 2022. كما سيتم الانتهاء من تطوير 245 محطة بشكل كامل بداية العام 2018، وهذه المحطات تشتمل على 86 محطة تتضمن رفع كفاءة وتحسين المحطات، بينما تشتمل باقي المحطات على عمليات تطوير شامل. برجع لحضراتكم مشاهدينا، وخلونا نعرف الجديد اللي بيتم تقديمه من خدمات من قبل سكك حديد مصر، وايه اللي بتقدمه للمواطن المصري في ظل غلاء الاسعار. وزي ما بقول، سكك حديد مصر كلنا بكافه المستويات وبكافه الطبقات كلنا بنتوجه لمحطه مصر وبنتوجه للعديد من الاماكن الجميله في بلدنا. خلونا نعرف اكتر، واسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي اللي مشرفنا النهارده في مصر جميله. برحب بسيد اللواء مدحت شوشه، رئيس الهيئه القوميه لسكك حديد مصر. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذه نجدة. اهلا بحضرتك سيد اللواء. سكك حديد مصر احنا كلنا بنروحها. الاول انا قبل ما ابدا اي حاجه عايزين نطمن الناس، لان مع ارتفاع اسعار الوقود الكل قال خلاص ده كل حاجه، اسعار التذاكر هتغلى في كل القطاعات. سكك حديد مصر هل هناك اي ارتفاع في اسعار التذاكر الخاصه بالمواطن؟ شوفي حضرتك، احنا قلنا من اول يوم ان ما فيش زياده في اسعار تذاكر السكه الحديد ولا المترو من ساعه ما طلع تحرير الوقود زي ما حضرتك عارف، والناس برضو مش مصدقه. بس انا برجع افكرهم، المره الاولانيه في شهر 11 لما اترفعت الاسعار المحروقات برضو فاول مره، احنا ما رفعناش تذكره وقلنا الكلام ده، وبرضو الناس كانت شاكه ان احنا اسبوع او اتنين وهنرجع نرفع السعر تاني. لا، انا تحملت في المره الاولانيه 400 مليون جنيه فرق ارتفاع السولار وما رفعناش التذكره، والمره دي هنتحمل الفرق برضو ومش هنرفع التذكره، لان رفع التذكره عندنا في السكه الحديد وزارة النقل عامة مرتبط بتقديم خدمة حسنة. وحتى لو قدمنا خدمة حسنة وممتازة وجيدة للسادة الجمهور، برضو مش هنرفع الأسعار في جميع الخطوط، لكن ممكن نرفع الأسعار في الخطوط الجديدة المستحدثة أو في العربات الجديدة.
تمام، ده شيء مطمئن جدا في الفترة الحالية على الأقل، يعني ما نقلقش الناس ويبقوا متأكدين إن مفيش أي نوع من أنواع ارتفاع في أسعار التذاكر بإذن الله. نتكلم بقى عن الخدمات اللي بيتم تقديمها وتطوير سكك حديد مصر. الحقيقة الفترة الأخيرة إحنا شاهدنا العديد من الخطوات اللي تمت في هذا الإطار. أعرف من حضرتك إيه اللي تم وبيمثل قد إيه من النسبة المستهدفة؟ لا، حضرتك اللي تم في الفترة السابقة حوالي سنة من ساعة ما توليت القيادة، في تم رفع كفاءة عدد من الجرات اللي كان موجود في السكة الحديد اللي كان متوقف نتيجة عمل الصيانة، نتيجة عمل قطع ناقص قطع وغير. الحمد لله رفعنا كفاءة لعدد لا يستهان به من الجرارات. الحركة ابتدت تشتغل بصورة شبه منتظمة، مش هقولك بصورة منتظمة لأن فعلا لغاية دلوقتي ما شغلناش بصورة منتظمة، لكن في مشاكل كتير في السكة الحديد. احنا بنعمل على تلافي هذه المشاكل وتحديث المنظومة بالكامل، لأن المنظومة متهالكة من 60 سنة، من عربيات، من جرارات، من بنية أساسية، من نظم تحكم، من إشارات، من مزلقنات، من محطات وهكذا. احنا شغالين كويس في جميع القطاع، لأنك ما تقدرش تشتغلي في سيكتور واحد في السكة الحديد وتسيب الباقي. لازم المنظومة كلها تمشي بالتوازي. تمام، بالتوازي مع بعض. هل المنظومة دي نقدر نقول احنا مخطط لها على مدار زمني معين او خلال فترة زمنية معينة هنكون حققنا المستهدف بالنسبة لنا؟ احنا شغالين على عاملين، في عامل قصير اللي هو في حدود 30 شهر، وفي 5 سنين. الـ30 شهر دول هيتم فيهم ان شاء الله رفع كفاءة 1200 كيلو سكة بنية أساسية، رفع كفاءة وتجديدات. هيكون في استيراد قاطرات جديدة، هيكون في استيراد عربات جديدة. في نفس التوقيت احنا شغالين في تغيير نظم التحكم من النظم الميكانيكية الى النظم الالكترونية. دي احنا قاطعين فيها لغاية دلوقتي حوالي من 30 لـ35%. ان شاء الله في خلال السنتين او 30 شهر بنعمل جاهدين على ان احنا نوصل الى 70-75%، لكن تكملة النظام في الـ5 سنين ان شاء الله. في برضو الجرات زي ما بقول لحضرتك هتيجي بعد سنتين ان شاء الله، والعربات والتكمله في امتداد الـ5 سنين باذن الله. في برضو المزلقانات احنا شغالين فيها، في 1089 مزلقان حاليا، وانا قاعد مع حضرتك خلصنا 230 مزلقان كامل، والباقي تباعا في الفتره القادمه. الحقيقه كل جزئيه من الجزئيات دي عايز اتكلم فيها مع حضرتك شويه، ونبدا بان احنا بنحول الى النظام الالكتروني في التشغيل. وخلينا نتكلم هنا عن العمال والموظفين اللي موجودين في فائد سكك حديد مصر، لان بالتاكيد ده ممكن يمثل لهم نوع من القلق او التوتر باي شكل من الاشكال. ازاي بيتم تدريبهم وتاهيلهم وانتقائهم وفي نفس الوقت الحفاظ على مواردهم، لان كل واحد بيبقى قلقان على طب احنا هنشتغل ازاي، هناخد فلوسنا منين؟ لا بالعكس، شوفي حضرتك العكس تماما هو اللي بيحصل. إزاي؟ الناس متعطشه للتحديث. طب الحمد لله، لان مفيش حد عايز يفضل على العلم اللي هو فيه على كافة المستويات في السكة الحديد. فنظم التحكم القديمة كانت عقيمة جدا، اللي هي بالدراع وبالواير والكلام ده كله، ومعتمدة على ان احنا بنبلغ بعض بالتليفونات سواء سلكية او لا سلكية. لكن الجديد كله كمبيوترايز، حتى لو العامل ادى اوردر خطأ فالجهاز مش هيقبل الاوردر ده، الجهاز هيدي الاوردر الصح للقطر انه يمشي. أطمن حضرتك إن في شركات أجنبية شغالة معانا في الأنظمة دي، في تدريبات للعمال، في تدريبات للفنيين، في تدريبات للمهندسين، سواء في الخارج وسواء داخل مصر هنا. بكافة المستويات يا فندم. على كافة المستويات طبعا. طب يعني أتمنى إن ده فعلا يبقى ليه حتى النتائج الإيجابية الخاصة بيه. المزلقانات. أيوه. ودي كانت بتمثل مشكلة كبيرة جدا، وكانت سبب أساسي في العديد من الحوادث اللي حصلت قبل كده، وان شاء الله يا رب ما يبقاش في حوادث قادمه باذن الله. ازاي بيتم التطوير الخاص بيها، وازاي بيتم كمان توفير عنصر الامن والامان مش بس للمواطن لكن كمان للعامل اللي موجود في القطار؟ حضرتك في بدايه الحديث قلت المزلقانات كانت سبب كبير في الحوادث. اعلق بس بعد اذن حضرتك لو تسمحي لي في الحته دي. المزلقانات مش سبب في الحوادث، لان لو احنا اتبعنا النظم السليمه في المرور مش هيتم الحوادث. ده لو ايوه. لكن حضرتك اللي بيحصل ان في اختراقات لنظم المرور في المزلقانات، دي اللي بتؤدي الى الحوادث. اختراقات في نظم المرور ولا
تهالك برضو العديد من المزلقانات وعدم قدرتها على العمل بكفاءة. يعني خلينا لو المزلقانات تهالكت وبتشال بعدم كفاءة وفي فرد واقف وبيشال حضرتك بيقول لك اقفي، المفروض حضرتك تعملي اقف طبعا. هنا الفرق. لكن انا بطمن حضرتك ان احنا لجأنا الى نظام احدث بكثير جدا، ان المزلقان ما يتحكمش في العمل خالص الا في حدود معينه. المزلقان بيشال اوتوماتيك، الاجراج بتشتغل اوتوماتيك، الزراعه الميكانيكيه بتشتغل اوتوماتيك، الانوار بتشتغل اوتوماتيك، في كاميرات على المزلقان بتسجل الاحداث دي كلها عشان نقدر نحاسب المفروض. تمام. وكل ده بيشتغل بسيستم كمبيوترايز اوتوماتيك، والسيستم ده لو عتل، وانا قلت في حلقات سابقه في جنريتور بيشتغل، لو الجنريتور كمان عتل تحت اسوء الظروف الجهاز بيشتغل يدوي عن طريق العمل ده. طيب جزئية القطارات القادمة بإذن الله، والحقيقة موضوع تحديث القطارات ده كمان كان مشكلة بيعاني منها العاملين في هيئة سكك حديد مصر بشكل خاص جدا، وبيقولوا إن حالة القطارات متهالكة وكنا بنشوف يعني حتى شكل القطار وهو ماشي كده وإحنا شايفينه، يا جماعة هو ليه مفيش اهتمام بالقطارات دي بشكل أو بآخر؟ هل هيتم استبدال؟ هل هيتم استحداث؟ إيه الخطة اللي بتتم بالظبط؟ هو الحمد لله يمكن احنا مضينا بروتوكول تعاون مع شركة جنرال إلكتريك زي ما شفت حضرتك في التتر بتاع البرنامج باستيراد 100 قاطرة جديدة. ال 100 قاطرة دول مع ان احنا هنصلح ال 81 قاطرة اللي جم في 2009. يبقى انا ان شاء الله في خلال السنتين هنكون صلحنا ال 81 قاطرة، بداية التوريد بعد 18 شهر لل 100 قرار الجداد، هيجوا تباعا 5 في 5. دي منظومة استحداث للسكة الحديد، لأن القاطرات اللي موجودة عندي في السكة الحديد عمرها أكتر من 35 سنة. تمام. وطبعا دي القديمة، الناس تعبت من الشكل ده، فإحنا الجاي الجديد جاي بالشكل الحديث اللي هو فيه البومبي واللي هو الإزاز زي كده عشان الناس تحس فيه تطوير. برضه نفس اللي بينطبق على الجرات بينطبق على العربيات. العربيات هتيجي برضه ستانلس ستيل كلها، سيبنا بقى من الكربون ستيل وسيبنا من الحديد والكلام ده، لا حاجات شيك لائقه بكراسي محترمه توافق الساده الجمهور، وده حقهم علينا. طب ده شيء جيد جدا. انا النهارده علشان اقول انا يعني ماشيه وفق لخطه معينه او بحقق خطوات معينه، لابد ان انا اقيم الاداء الخاص بيها ويبقى في متابعه باستمرار. ازاي ده بيتم وازاي اقدر اقول ان بالفعل المنظومه اللي بتتم في الفتره الحاليه في هيئه سكك حديد مصر هي فعلا منظومه ايجابيه وبتحقق الهدف اللي انا عايزاه؟ اول حاجه حضرتك هتبص لها في الموضوع ده هتشوفي الايراد، كانت السكه الحديد بتجيب قد ايه وبقت تجيب قد ايه، نسبه الاقبال، نسبه ده بينعكس على نسبه الاقبال على السكه الحديد. تمام. الحاجه الثانيه حضرتك نسبه الاقبال بتزيد مع ارتفاع المحركات، زي ما قلت يعني شهر 11 اللي فات انا زاد عندي 2 مليون راكب. تمام. برضو في الموضوع ده زاد عندي ركاب، يعني مش عايز اقول لحضرتك ان فتره العيد بس احنا نقلنا فيها 1.6 مليون راكب ما شاء الله الاربع خمس ايام بتوع العيد بس. ما اصل دي حاجه اساسيه لل يعني للمسافر، عشان كده خصوصا في الاعياد رايحين يعيدوا مع اهاليهم. لا عشان كده حضرتك لازم الاهتمام بالسكه الحديد، لازم اخليها المنظومه رقم واحد في النقل في مصر. صحيح. ان شاء الله بالتعاون مع الوزاره وبتوجيهات الرئاسه ان شاء الله مصر. تمام. الحقيقه برضو من الحاجات اللي عايزه القي الضوء عليها ان احنا كتير بيقولوا اصل الاهتمام بمحافظات معينه، هل صعيد مصر تحديدا يعني في نوع من الاهتمام وتوجيه الرعايه بالنسبه للقطارات؟ لان احنا عارفين ان دي مسافات طويله جدا بيلجا ليها عدد كبير زي ما حضرتك قلت، خصوصا في المناسبات بيسافروا لاهاليهم وبييجوا على اشغالهم بعد كده. هل بيتم مثلا في الخطه دي ان انا بنظم القطارات اللي هيتم تحديثها او بناء على المحافظات، ولا بيبقى بناء على ايه؟ لا بص حضرتك، هو الخطه بتتم بناء على عدد الاقبال وعدد الساده المسافرين والزحمه في الخطوط. لا شك طبعا حضرتك ان اهالينا في الصعيد اتحرموا كتير، فلا بد من النظره ليهم، ولذلك هتلاقي هي الصعيد واخده مننا اكبر كثافه في التطوير من ناحيه نظم التحكم، من ناحيه العربيات القطارات الجديده اللي بتنزل، من ناحيه المحطات،
لو مشيتي حضرتك على خط سعيد هتلاقي طفره تانية خالص. لكن اللي بيتحكم معانا في الموضوع ده هي نسب الاقبال وبالنسبه للمسافرين في كتل المحافظات. احنا ما بنشتغلش لمحافظه ونسيب اخرى، بدليل حضرتك العربيات الجديده اللي جت للسلس ال 212 عربيه معظمهم شغال على خط السعيد. خط السعيد على خط السعيد، وفي جزء شغال على خط اسكندريه. لكن بالنسب على حسب حضرتك ما اقدرش اشغل على خط اسكندريه 20 قطر وما عندوش اقبال، والا يبقى انا بهلك في المعدات على الفاضي. فليها منظومه حسابيه عشان اقدر اجيب التكلفه. لو قلنا ان هيئه سكك حديد مصر هل ممكن تدخل ضمن التصنيف الخاص بهيئه سكك الحديد على مستوى العالم؟ هل نقدر نقول ان احنا بنقيم ادائنا بالنسبه ل يعني العالم الخارجي، ونقدر ان احنا نضع نفسنا في مرتبه معينه بالنسبه لهم؟ لا، في الوضع الحالي انا ما اقدرش اقول لحضرتك ان انا اخش في تصنيف على المستوى، لكن انا اقدر اقول لحضرتك ان انا اقدر اصنف نفسي بعد ال 30 شهر اللي جايين لعوامل الامان، التجديدات، السرعات، الشكل العام، كل ده بيتحكم في منظومه ان انت بتخشي في الموسوعه الرقم كام. اتمنى ان حتى ال 30 شهر دول يقلوا كمان شويه، واتمنى ان هيئه سكك حديد مصر يعني تاني سكك حديد على مستوى العالم. اعتقد ان احنا نستحق ان احنا نشوفها في مكان افضل، ونستحق ان احنا نتمتع بالخدمات طبعا. لو في رساله حضرتك بتقدمها للمواطن المصري النهارده اللي يعني هو حاسس ان في اوجه معاناه كثيره جدا، لكن في نفس الوقت بنقول له كمان في خدمات، كمان في يعني أنشطة بيتم تقديمها ومشروعات بتتم في الدولة، حضرتك تقول له ايه؟ احنا حاسين جدا بالمواطن المصري وشعارين بيه، وعارفين هو اتألم سنين قد ايه، ولكن انا عشمي كبير ودايما متفائل بالمواطن المصري وبالسادة المسافرين ان هم هيستحملونا في فترة ال 30 شهر، لان نتيجه الاحداث اللي انا بقولها لحضرتك ان انا بجدد في السكه وبعمل صيانه ونظم الاشارات وتحويلها من ميكانيك الالكتروني اكيد هيسبب بعض من التاخيرات عشان اقدر اعمل الشغل ده. انا ما اقدرش اوقف السكه الحديد، لكن هقدر يبقى في جزء تاخير فيستحملونا في الفتره القادمه. احنا بنحاول جاهدين لراحتكم، وياخدوا الموضوع ان كل الكلام ده لراحه الراكب، وليس ان انا غاوي ان انا عكن عليه او اعطله. انا عايز اوصل بيك لمرحله انك تركب القطر الساعه كذا توصل الساعه. هو ده اللي احنا بنهدف اليه، ان احنا يبقى عندنا كمان نوع من الالتزام حتى تجاه المواطن المصري، طالما وعدنا ان احنا هنقدم خدمات متميزه وده حقه، خصوصا زي ما بنقول ان في ظل ارتفاع الاسعار مطلوب بقى ان انا اوفر خدمات علشان كل واحد بدل ما يستهلك بنزين اكتر لا هو هيستخدم وسائل النقل العامه، هيستخدم هيئه سكك حديد مصر، مترو الانفاق، دي كلها حاجات ممكن ان هي نواجه بيها مشكله ارتفاع الاسعار في الفتره الحاليه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد اللواء مدحت شوشه رئيس الهيئه القوميه لسكك حديد مصر، نورتنا يا فندم. شكرا فندم. مزيد من الخدمات، احنا طماعين شويه. لا تحت امرك يا فندم، ده حقكم يا فندم. الف شكر لحضرتك يا فندم، ربنا يوفقك ان شاء الله، يوفق كل مسؤول ان هو يؤدي الدور اللي عليه كما يجب ان يكون باذن الله. الف شكرا مره ثانيه. لسه مع كل مشاهدينا ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم مع باقي فقراتنا في مصر جميل.